اتهم نشطاء إسلاميون في العاصمة البريطانية شرطة مكافحة الإرهاب باعتقال العديد من العناصر دون وجود أدلة تبرر توقيفهم، وذلك استجابة لطلبات من السلطات الأمريكية. غالبية هذه الاعتقالات تكون إما اعتقالات بغرض وقائي ونتيجة معلومات إما خارجية من دول أخرى أو ضغوط على بريطانيا لمحاولة العثور على معلومات من بيوت هؤلاء الذين يتم اعتقالهم. كلام وزير الداخلية البريطاني في السابق عن استعداده للذهاب بعيدا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإبعاد بريطانيا عن الوقوع ضحية لعمل إرهابي هو ما دفع رئيس الوزراء البريطاني للحديث عن الآثار التي قد تترتب عن ذلك. في بريطانيا نشعر بالتوتر بأشكال مختلفة ينعكس علينا بسبب ما يجري في الشرق الأوسط وليس فقط ما يجري في العراق. وفيما تبدأ بريطانيا أسبوعا للتعريف بالإسلام كدين للتسامح، يتساءل كثيرون عن التأثير الذي تتركه الاعتقالات المستمرة للعناصر الإسلامية على سمعة المسلمين الذين يتجاوز عددهم 2 مليون نسمة. ما لم نقم بعمله هو السماح لأنفسنا باعتقال وإبعاد كثيرين استنادا إلى معلومات غير مؤكدة، ولذا أنا أؤيد الاعتماد على معلومات استخباراتية مسنودة بأدلة. كثرة العناصر الإسلامية المتشددة التي يتم اعتقالها والضجة الإعلامية التي ترافق ذلك خاصة بعد ربط اسمها بالإرهاب غالبا ما يثبت عدم صحتها. واللافت الانتباه أن إطلاق سراح هذه العناصر في وقت لاحق لا يحظى بنفس الاهتمام الذي لقيه هؤلاء عند اعتقالهم، وذلك بسبب عدم وجود أدلة ضدهم. زكي شهاب، الحياة، LBC، لندن.